أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي موقع طنجة 24. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. أهل المدينة اليوم يستضيف ابن مدينة طنجة، أحد أبنائها البارزين، أبناء مدينة طنجة البارزين على الصعيد الوطني. تدرج في كرة القدم بجميع مستوياتها، مارس وسير. نستضيف اليوم عبد اللطيف العافية، العضو الجامعي ورئيس عصبة الشمال لكرة القدم. سي عبد اللطيف مرحبا بك. مرحبا سي عبد اللطيف، اولا مبروك إعادة انتخابكم على رأس عصبة الشمال لكرة القدم. سي عبد اللطيف، هنا تطرحوا واحد السؤال. عصبة الشمال لكرة القدم فترة طويلة وانت كترأسها، بعد الجمع العام كنا كنتظروا ان ضخ دماء جديدة في عصبة الشمال لكرة القدم، لكن بعد الجمع العام جبرنا نفس الوجوه. واش ما كاينش اللي وشورتي يا سي عبد اللطيف؟ لا، كنظن بان انت ما متبعش وقيله، لان واحد اكثر من 90% اللي تغيروا في التشكيله ديال المكتب ديال العصبه. ولكن الرئيس والكاتب العام، الكاتب العام تغير، الكاتب العام راه رجع عليه حدو، ما بقاش الكاتب العام هو نيت، ولكن نضافوا عنا العصبه في التسيير اشخاص جديده اللي ما يمكنش دابا نجات تستعن بعض الناس اللي عاد تحملوا المسؤوليه في الفروق ديالهم، خصهم وقت. وحنا كنفتشوا على الكفاءه اللي غتعطي الاضافه في التسيير ديال العصبه. راه التسيير ديال العصبه ماشي هو التسيير ديال الفريق، لان الشخص اللي غيجي يتحمل معايا المسؤوليه داخل العصبه خص تكون عنده الكفاءه وكيتمتع بالنزاهه، لان راه كتسير فريق ديالك، عندك غير على الفريق ديالك. ملي كتحمل المسؤوليه ديال العصبه خص تكون عندك الغيره على الفرق كاملين اللي كيمثلوا، اللي هما مضاوين تحت لواء العصبه، وهذا هو الفرق. وحنا كنعملوا كل ما في الاستطاعه ديالنا بعد استشارات وتتبع ديال واحد مجموعه ديال رؤساء الفرق. ما يمكنش، لان القانون ما كيسمحش، حنا ما كرهناش، كاين واحد العدد كبير في منطقه الشمال اللي عندهم الكفاءه، ولكن كما كتعرف تشكيله ديال المكتب كيكون واحد العدد محدود. حنا وسعنا بعد الرؤساء الفرق اللي هما تبارك الله عليهم عاد يعطيو الاضافه، والحمد لله العصبه هي غاده في الطريق الصحيح. سي عبد اللطيف، المتتبع كيشوف ان شنو هي الاضافه دابا انت لهذه المده الطويله وانت رئيس عصبه الشمال، شنو في نظرك انت الانجاز اللي عملتي مثلا؟ شوف، انا ربما كنت كنمارس وكنت كنعيش كلاعب، ومن بعد لاعب رجعت كرئيس فريق، وكنت كنشوف العصبه كيف كانت كتسير. العصبه اللي كنت انا ممثل فيها ماشي كرئيس فريق، ماشي هي العصبه دابا اللي انا كفيها كرئيس عصبه، لان العصبه تم التجهيز ديالها، تم التغيير ديالها، الاصلاح ديالها. الفرق بداو كيستافدوا من الكرات، بداو كيستافدوا الاعفاء ديال التحكيم، الرخص كانت كتعطيهم لنا الجامعه اللي كانت كتعطيهم لنا بالمجان باش نتعاونوا بهم في الخزينه ديال الماليه ديال العصبه، اللي كنبيعوا رخصه ب 50 درهم، دابا رجعنا حنا اللي كنشريو ذوك الرخص وكنبيعوا ب 10 دراهم. واحد العدد كبير ديال الاستفاده اللي كيستافدوا منها الفرق، العدد كبير ديال الملاعب اللي كافحنا وجبناهم، اللي هو ماشي الدور ديالنا، لان الدور ديال الفرق اول ما ينزل او ينخرط في العصبه، اول طلب في الطلب ديالو كيخص الرخصه ديال الملعب فين غيستقبل. انا واحد العدد كبير ديال الفرق كيجيبوا الرخصه ديال الزياتن، والزياتن ما يمكنلوش، والقانون اش كيقول؟ كيقول الملعب ما يقدرش يفوت اكثر من اربعه ديال الجمعيات. حنا مع ذلك كنتعاونوا مع هاد الفرق، كنسهلوا لهم واحد العدد كبير ديال المأموريه ديالهم اللي هما خصهم يقوموا بها، حنا كنقوموا بها. سي عبد اللطيف، هذا الشيء اللي كتهضر عليه هذا تدبير يومي ديال العصبه. اما الانجازات مثلا، انا الانجازات كيفاش كتقاس؟ بحال مثلا دابا نهضروا على الفرق ديال عصبه الشمال ديال كره القدم، اجبروا الفرق اللي كاينه في الهوات كتحتل كديل الترتيب، وفي الغالب ان اللي غيهبطوا غيكونوا من عصبه الشمال. على مستوى العطاء ديال هاد الفرق، ما كاين حتى شي عطاء. مثلا وري لي هاد اللعابه اللي خرجوا من هاد الفرق. واخا انا نجاوبك، هاد الكم ديال الفرق فين ولا فين؟ وانا زعما كنتاسف هذا السؤال كطرحوه على العصبه، بحال اللي العصبه هي اللي كتدرب ذاك الفرق، وهي اللي كتعمل لهم البرنامج ديالهم السنوي. العصبه الدور ديالها محدود، العصبه حاسبه على المنتخبات ديال العصبه، لان هي كتشرف على المنتخب. اما الفرق كل رئيس فرقه كيتحمل المسؤوليه ديالو. واش انا اجي نقول لا خصك تعمل هذا البرنامج هذا؟ نرجعوا حنا الفرقه الاولى ديال مدينه اتحاد طنجه، واش العصبه من حقها تجي تقول لهم لا عملوا هذا المدرب هذا، لا وجيبوا المدربين الفئات الصغرى؟ راه كيبقى كل فريق عنده
الاختيارات ديالو والطريقه ديال العمل ديالو. فشل يتحمل المسؤوليه ديالو، ونجح هنا الا نهنيوه. حنا كيطلبوا الاستشاره الدوره التكوينيه، عارو عيب الا ما عملناها لهم شي. حنا كاداره كعصبه هنا كثرنا من الدوره التكوينيه من اجل الاطور، باش ملي بداو يشرفوا على ديك الوليدات او على الفرق ديال السينيور يكونوا مؤهلين وعارفين اش كيديروا داخل الرقعه ديال الملعب. لا سي عبد اللطيف، غير وحده وحده باش نمشيو. مثلا دابا انت ملي كتقول لي ملي كنهضروا على التدبير ديال العصبه مثلا، كيف يعقل باش نحطوا نقطه الحروف، كيف يعقل ان لاعب عنده 40 عام وكيمارس في القسم الرابع؟ ما يمكنش يا سي عبد اللطيف، اش يعطي لي انا واحد عنده 40 عام كيمارس في القسم الرابع؟ جيب لي يعني شنو هاد الفروق في القسم الرابع؟ علاش صالحه باش ما تنتج ليش ما تكونش كتساهم في انتاج طاقه شابه، لا من حيث الاطر ولا من حيث اللاعبين؟ مزيان هذا السؤال، بس اسينا ما تبقاش في واحد الدوامه بان هادشي هذا الغيره ديالك اللي كتخليك تفكر نفس الطريقه اللي كنفكروا فيها حنا. انا دائما كل سنه كنركز على تحديد السيد في الكاتريام. انا الراي ديالي في الكاتريام راه ما خصوش يفوت 20 عام، ما كاينش لا داك ثلاثه كبار ولا ثلاثه صغار، 20 عام لتحت. لان الكاتريام الراي ديالي، لا الراي ديالي، لان حنا ماشي انا الراي ديالي انا هو اللي غادي نقول كلمه خصها تكون، راه كاين مكتب مسير وراه كيتم التداول ديالو، كتكون المناقشه ديالو. نحن ماشي في الديكتاتوريا، يعني لان كاين واحد العصبه، كاين الرئيس ديالها، كاين الكاتب العام، كاين نائب الرئيس، كاين الاعضاء، كاين امين المال، راه اي مساله كنناقشوها بالاجماع وكنخرجوا بالتصويت، لان باش ما نتحملش المسؤوليه بوحدي، لان اللي كيتحمل المسؤوليه بوحده وعامل مع هذوك الناس راه ما جاوش يعيشوا راسهم، هما خصهم يعطيو الراي ديالهم، بالراي ديالهم، والراي ديالهم كيمشي للتصويت، والتصويت دائما، لان كتجبر ماشي المكتب ديال العصبه بوحده كيتحمل المسؤوليه. انا كنهضر بالوضوح وما نخاف حتى شي واحد. اغلبيه ديال الفرق متشبتين بهذا السن اللي بقى مفتوح، ومع العلم بان احنا كعصبه ارتئينا وشاهدنا وعملنا لهم عين ثلاثه كبار وتبقي كل شيء يكون صغير وحددنا لهم السن، ومع ذلك ما كيبغيوش، لان كيقول لك حنايا ما يمكنش دراري صغار. التخوف ما عرفتش، والتخوف راه انتقلت للبطوله الاحترافيه الا لاحظتي، لان ما بقاتش ديك الشجاعه المدربين يشبروا لاعبين صغار موهوبين ويدفعوهم ويلعبوا بهم، كيقلب لك على السميه، كيخافوا على النتائج يجريوا عليه، نفس المشكل كيواجهوا البطوله ديال العصبه. وهذا الشيء هذا حنايا راه كنخدموا ماشي داخل العصبه وداخل العصبه وخارج العصبه، لان التواصل مع المدير التقني الجديد، لان كنا كنخدموا في هذه النقطه هذه وكنركزوا عليها كعصبه الشمال مع المدير التقني اللي مشى هو لارغيت ناصر، كنشكره هذا المنبر هذا اللي قام بواحد العمل كبير وكبير بزاف من ناحيه ديال تكوين المدربين، وكان ماشي معنا في هذا الطريق هذا، لان باش نحددوا السن لا في الكاتريام ولا في التروازيام، لان حتى التروازيام خصو يتحدد له السن، لان انا ضد ديك الفكره واحد اللاعب كيلعب في بروميير ديفيزيون كيلحق القمه ديال الكره، من بعد يهود للدوزيام ديفيزيون، من بعد يهود للهوات، من بعد الهوات يهود للعصبه. انا ضد هذا اللاعب هذا، لان هذا اللاعب هذا خصو يعطي فرصه من ذوك 17 و18 عام حتى هو باش يفرض راسو ويلحق في اقرب فتره يلحق يلعب في النخبه، لان حنايا هذا السن كبير واللي كياثر على المردوديه ديال الوليدات الصغار. غير العقم على الانتاج، الا كنهضروا على العقم في الانتاج ديال اللاعبين، كذلك كيتبادر لدينا واحد السؤال سي عبد اللطيف. عصبه الشمال كتعمل دورات تكوينيه كثيره للمدربين، وبزاف ديال الدبلومات ا وبي ودي وما الى ذلك، فين هما هاد الاطر؟ ما كنشوفوهمش في ارض الواقع. لا باقي ما عندنا شي بزاف. عصبه الشمال اي باش نقول لك، لا باش نوضحك. حتى في بي ولا عصبه الشمال حتى بي ما عندنا شي بزاف. كيصبروا الدبلومات ما كيخدموش، لان كلشي كيطالب واحد التصعيد مادي اللي ما يقدروش عليه الفرق ديالنا ديال العصبه. والعكس اللي وقع في اوروبا ولا في دول متقدمه في كره القدم، لان اي مدرب ملي كيشد واحد نبداو عيب الدي، هو كيمشي يطلب يشتغل بالمجان باش يبقى غير ديك الباكاج اللي تعلموا في ديك الدوره ديال الدي يبقى عنده محافظ عليه ويوصلوا لذوك الوليدات ويطور القدرات ديالو، لان القانون اش كيقول؟ عامين عاد عنده الحق من الدي يعمل السي. حنا الاغلبيه ما كيشتغلوش، وحنا كنلزموا عليهم ملي يجي يقول السي خصو يجيب لنا واحد الشهاده من شي فريق بانك كيشتغل معاه في ديك عامين، والاغلبيه كيجيبوها بدون اشتغال، فريق كيجي كيزكي ذاك المدرب كيعطيه واحد الشهاده بانك كتشتغل معاه، ومع العلم بان احنا كنعرفوا ما كانش كيخليهم انهم طيب. بعد ما كيشتغلوش من بعد ما كيشتغلوش، لان كنعرفوا الوضعيه الماليه ديال الفرق ديالنا ما كتساعدهمش باش يتحملوا المسؤوليه ديال واحد المدرب يعمل له واحد الصالير. لهذا انا دائما كنقولها في التدخلات ديالي، كنطلب من هاد المدربين حتى هما يضحيوا مع هاد الفرق، وإلا برز مع شي فارق يكون على يقين بان الفرق اللي هي عندها الامكانيات تجي تقلب عليه ويمشي معزز مكرم الشاغل، النتائج ديالو اللي كتزكي، ولكن الاغلبيه خصو يعيد ديبلوم، ديبلوم يعلق ديك الديبلوم في الحيط ويتباهى به، لا خص
تتباهى بالعمل ديالك داخل الميدان. موضوع اخر سي عبد اللطيف، وما تقوليش هذا ما كيعنيك شي في المكتب المسير ديال العصبه. ربما ماشي كتشوف شي ان العصبه الشماليه الاضعف، اضعف حلقه على الصعيد الوطني. لا بالعكس، الا قلتي لا هذا مدخل السؤال ديالي. لا وانا غادي نجاوبك بالتنقيط، ماشي كنجاوب بهذا الراي ديالك، لان احنا في مدينه طنجه تعودنا كنضربوا في بعضيتنا، وهادشي رجع لنا عادي، لان في طنجه اي واحد كيشاهد كيفاش الشهاد ديالو، اي واحد كان ما كيقدموا له المدينه كيتنسى، ما كيذكروش، لان ما قدموا له، الانسان اللي كيخدم دائما نازلين عليه. هذه تعودنا احنا تكلاسينا على صعيد العصبه، ب 11 عصبه، العصبه الاولى هي الاولى اللي كتخدم بطريقه احترافيه. هذا ماشي احنا اللي عطينا اللي عملنا كلاسمون، راه عملتها الاداره التقنيه ديال الجامعه. العصبه ما عندها حتى حكم الحكم، حكم واحد، حكم واحد كيتعين مره في الحكم ديفيزيون، الباقي ما كيتعينش. انا جاوبك، احنا الحكام غير البارح اتصلنا برئيس اللجنه ديال التحكيم هو السي جمال كعويشي، لرئيس عصبه وعود جامعي، وتناقشنا مع فهادشي. اي مؤخره الدوره التكوينيه اللي غادي الحكام ديالنا الليله، عرفتي شحال من حكم استدعاو حنا لينا باش يعملوا دوره تكوينيه؟ شحال؟ 28. واخا انا كنقول لا تي غير لا لا انا غنقول لك، وانا ما جيناك باش تعرف المشكل فين كاين. من 28 في عصبه الشمال و 28 من العصبه ديال فاس، هادو غير العصاب اللي اتصلت بهم حتى هما. عصبه السوس اللي عندها الناس ديالها كيسيروا داخل اللجنه المركزيه ديال التحكيم في الجامعه، تخيل عصبه السوس شحال استدعوا من الحكم، 158 حكم اللي غيجوزوا. وفين هو المشكل؟ دور العصبه ساعه. لا ماشي دور العصبه، اش العصبه هي اللي كتصيفر؟ لا الدور ديال التكوين، لا انت ما عندكش الحكام. لا 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 ما كتكون. لا 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 اذا انت كتهضر كتفش عليها شي حاجه اللي ترضيك انت. لا لا ماشي ترضيني انا، انا غير انا ملي غنشوف الحكم. لا لا غتشوفوا غتشوفوا، ماشي انا اللي كنعينوا، اسمح لي، ماشي انا اللي كنعينوا او عندي الصلاحيه. عضو جامعي. وعود جامعي ما عنديش الصلاحيه باش نهضر مع اللجنه ديال التحكيم. راه تحدى شي عود جامعي يخرج عندك بشي بلاغ يقول لك يمشي يقول له من لا انا خصني. راه المكتب الجامعي. قول لي هضر معايا، اسمح لي. هضر معايا. لا 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 لا. رئيس المركز ديال التحكيم الا ما عندناش. ماشي حنا اللي كنقيلوها، خصك باش ما تخلط لكش الامور، كتجبد واحد النقط باش تدي واحد المعلومه باش النهار اللي تبغي تناقش مع شي واحد اخر تكون عندك استفاده. اللجنه ديال التحكيم واللجنه ديال النزاعات عندها استقلاليه ديالها. ما انتخبوهاش. شكون اللي كيعينها؟ كيعينها الرئيس ديال الجامعه باش يحميها. علاش؟ باش ما يمكنش يكون واحد عنده بوفوار هو عود جامعي يجي ينزل عليهم ويتدخلوا في الشغل ديالهم. هذا الشيء اللي كيروش في الزنقه لا ماشي صحيح مره، لان هذوك عندهم الاستقلاليه ديالهم فعلا، هما ما وفقهمش الله في التعيينات ديالهم، لان احنا كعصبه راه عندنا مشكل معاهم، ماشي غير عصبه الشمال هذا الشيء، راه وقف عصبه فاس. العصاب اللي كيستافدوا دابا حاليا عصبه سوس، عصبه الشرق، عصبه الدار البيضاء، ثلاثه العصاب هما اللي كيتعينوا الحكام ديالهم وعندهم اكبر. علاش؟ لان عندهم الناس ديالهم داخل المديريه ديال التحكيم اللي كتحميهم. حنا ملي كنتصلوا كنقول لهم علاش اقصاء ديال الحكام ديالنا، هادشي اللي كتناقش عليه حنا دائما كنتناقشوا مع هاد الناس، وكنعيطوا لهم باسم العصبه ماشي باسم المكتب ديال المديري، لان اسم المديري ما عنديش. سي عبد اللطيف هذا كيخلينا نطرحوا سؤال اخر. لا انا غادي. واش الجهه ديال الشمال ضعيفه داخل الجامعه؟ انا كنجاوبك ماشي عضو جامعي. ماشي 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 عصبه الشمال اللي مضروره من التحكيم، كنقول لك عصبه مكناس تافيلات، عصبه فاس، العصبه مراكش، العصب اللي ما عندهمش الناس ديالهم داخل المديريه ديال التحكيم كان من واكلين العصا. ودابا دابا هذا الصباح هذا اتصلت بيا عصبه ديال فاس، واتخذنا قرار بان ما غنصيفطو حتى شي حكم الا ما عطوهمش حقهم، ما غنصيفطو حتى شي حكم يصفر شي مقابله دواته، لان راه زادوا في الطغيان ديالهم. حنا كنهضروا معاهم بلا باقه، لان هاد الحكام ديالنا كنقول لهم عطيهم عيد التقارير ديالهم ديال الكونترول، بان هاد الحكام خفاق ما نجحش في واحد المقابله، ثم ما عطيتوهمش حتى بحال اللي كتعطيو فرص للحكام اخرين. انا نجي لك عند المقابله الاخيره، انا ما كنتقدش الحكام لان اللي كنشوفوا في التلفازه بين ضربه جزاء اللي تصفرت ضد ديال المقابله ديال حسنيه تكادير خياليه، والاسبوع اللي ما جيت ديك الحكم غيتعين. علاش؟ لان كاين اللي كيحميه. حنا الحكم ديالنا الا غلط غلط. سي عبد اللطيف ما تنساش انك عضو جامعي. واخا عضو جامعي، شنو هو عضو جامعي؟ عضو جامعي هاد الهضره خصك تقولها داخل المكتب. لا حيت حنا ما عندناش الحق نناقشوا التحكيم، اللي عنده الحق يناقشوه. الفريق اللي ضار هو اللي خصو يراسل ويدار على حقه. حنا في حاله ما الا تجبدت ديك النقطه كنناقشوها. اما انا نجي نهضر على واحد الفريق اللي هو ضار ماشي من حقي كعضو جامعي، ولكن اذا تشارت داخل المكتب المديري من حقنا ندخلوا ونتكلموا عنا ما نقولوا، ولكن مادام ما كتجبدش واحد النقطه ما يمكنليش انا نجي ونسير لواحد النقطه، واحد المقابله ما كتهمني لا من قريب ولا من بعيد.
اللي يفتح ويقدم الشكايه ديالو للمكتب المدير وتناقش هما الفروق اللي كيضروا. حنا كعصبه اخر حاجه اللي غادي نعملوا اللي خديناها قرار على العاتق ديالنا هو عرسنا استعباد السيد رئيس الجامعه ديرك، لان الحكام ديالنا تظلموا وما عطاوهمش حقهم اللي كيستاهلوا، لان حنايا واحد العدد كبير ديال الحكام اللي كانوا غادي في تصاعد وكانوا عايطوا الكلمه ديالهم تم تهميش ديالهم. انا كنقول لك تحمل المسؤوليه ديالو، لو كنت انا كنجامل هذه الاداره او لهذا المسؤولين على التحكيم داخل الجامعه ما يمكنش نتكلم بهذه الطريقه هذه. حنا يوميا كنتصلوا بهم ويوميا كنطلبوا عيد تقارير للحكام ديالنا، ما كيراسلوناش. نزيدك نقطة أخرى، لا نزيدك نقطة أخرى اللي مهمة، لا باش تعرف شنو كيدور في هذه اللجنة ديال التحكيم. قبل ما يتحملوا المسؤولية هاد الناس هادو راه كنا كنتوصلوا بالتقارير ديال التحكيم أسبوعيا، ماشي ملي كنعملوا حنا ديك التجمع ديال الحكام يوم الخامس كنناقشوا الأخطاء ديالهم، دابا ما كنتوصلوا حتى شي حاجة، الحكم تم التوقيف ديالو أو ما بقاش كيعينوه، كنطالبوا عيطيولنا علاش؟ كاينش الجواب. ناس عاملين ما بغاو، ناس عاملين ما بغاو، كاينة الغرب فيها القزاز، كاين سوس فيها حدقه، كاين الشرق الرئيس ديال مجامل الكعواشي، دار بيضاء عاود تعاملوا الناس معاهم في 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 التسيير ديال التحكيم، هما اربعه د العصور. ولكن خلينا مثيل الجامعه دابا هو اللي كاين في عصبه الشمال سي عبد اللطيف. لا جيب لي شنو اللي كاين في عصبه الشمال. دابا انت سي عبد اللطيف كيتهموك الفرق اخرين بعض الفرق بانك باغي تطلع صح هذا العام هذاك الى 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 نتينا صحفي قادر. لا انا ماشي رايي. لا لا ماشي رايي، انا غنجاوبك. لا اطراف اخرى انا غنجاوبك انت ونجاوب تالي لهم. الى انت كنتي صحفي قادر ولد المدينه وعارف اش كيدور في المدينه وعارف اش كيدور في الملاعب، ربما انت الاول اللي كنتي غتجاوبه قبل ما نجاوبهم انا. علاش؟ لان عبد اللطيف العافيه كيعمل رئيس ديال لجنه التحكيم وما كيعرفش حتى الحكم اللي غيصفر له، ونتحدى شي حكم. انا كنقولها هنا عمري عيطت له قلت له اعمل وافعل وترك، نتحدى ونتحدى. عندك الطرق ديالك؟ لا ما عنديش الطرق ديالي انا، نتحدى. انا ما نلعبش في ديك الملعاكير، انا كبير على داك الشيء هذاك. انا كنامن بالقدرات ديال الفريق ديالي، الفريق ديالي لو كنت باغي يطلع في الدور الاول يحقق الصعود، الفريق ديالي لو كان باغي يصعد ماشي جوج ديال البراجات هو كيتظلم عند الحكام ديال العصبه وكيعرفها الصغير والكبير. مقابله نهائيه ديال البراج هما كيظلموا الفريق ديالي، ما كنهضر ما كنتكلم، كنتعصب في الاخر كنقول الحمد لله اللي غلطوا في الفريق ديال رئيس العصبه وما تمشي ذاك الغلط في الفريق اللي كان معايا. اما دابا انا كنهزم مع الفرق اللي ضعاف، اللي باغي يطلع ينهزم مع الفرق اللي ضعاف، ما ينهزمش خصو يغلب. سي عبد اللطيف دائما مع الحكام اني كنطلعوا على التقارير ديال لجنه الاخلاقيات ديال العصبه، التقارير ديالها كنلقاو بزاف ديال الاعتداء على الحكام، سب الحكام، واش ما كاينش شي 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 بادره مع عند العصبه لتخليق الحياه الرياضيه لتحسيس هاد اللاعبين وتحسيس بالرساله النبيله ديال الرياضه؟ لان هذا الشيء صراحه زاد على شوف. لا ما زادش بالعكس قلال، سول الناس اللي كانوا كيمارسوا كره القدم. كنهضر معك بناء على التقارير. لا وانا غادي نقول لك، انا أقول لك حنا اللي عايشين بالعكس راه قلال الاعتداء على الحكام، قلال والحكام بدو كيشهدوا فيها. وشكون اللي كيعتدي؟ انا ارجع للكلام ديالك الاولاني، اللي كيتم كيعتديوا على الحكام هما ذاك الناس اللي عندهم السن ديالهم كبير، ما بقاو ما يقدموا، ما عندهم ما يقدموا كره القدم. بقى فاعل رد الفعل ديالو كيكون ما كيتقبل حتى شي قرارات ديال الحكم. فعلا الحكم بعض المرات كيخطا، كما كيخطا اللاعب اللي كيدخل وكيضيع واحد العدد كبير ديال الاصابات، كذلك الحكم عاجبو غيغلط، راه الحكم بشر. ولكن رد الفعل كيكون ديال ذاك اللاعب اللي السن ديالو صافي شبع كره ما كيتقبلهاش كيكون رد. حنا هادشي هذا كنحاربوه بالتوقيفات، وزيدنا هذا العام الغرامات اللي ما كانوش، لان اللاعب كنتي كتوقفوا كيعمل له المسؤول ديالو مسير ديالو كيجي يعمل استئناف كيجي كيدافع عليه بواحد الطريقه، والفيديو مصور بان هذاك اللاعب شو ما تدافع عليه. في نظرك علاش كيرجع هذا التدهور ديال المستوى ديال الانديه على المستوى لا طنجه ولا على العصبه؟ انا نقول لك علاش، انا نقول لك هذا المسؤول هو وضع وساهل، انتم عندكم الدور فيه كرجال الصحافه. علاش؟ لانك تبر رئيس فريق، تعرف شنو هي رئيس فريق؟ شنو هي رئيس فريق؟ خصو يكون عنده الامكانيات، خصو يكون عنده العلاقات، خصو يكون عنده توفر فعلا الاقل واحد ثلاثه اربعه الشروط باش يمكن له يسير واحد الجمعيه. كتسولو شنو خدم؟ كيقول لك بدون عمل. هذا الارتزاق. هو انت اللي خصك صحفي تفتش على هذه الحقيقه ماشي انا. انا كنقول لك شنو كاين. راه ما كنظنش شي واحد كيعمل رئيس عصبه ويخرج في رؤساء الفروق ديالو بهذه الطريقه. انا كنقولها لك كاين واحد العدد كبير اللي كيسترزقوا من الجمعيات.
كيفاش بغيتي تطور كره في عصبه الشمال؟ لولا الشهاد ديال العصبه، لولا الشهاد ديال منتخبات العصبه التنقيب اللي كنعملوا اللي ما عرفوش، راه عصبه الشمال ممثله في جميع المنتخبات، لا في النسويه لا في الميني لا في كادي لا في جينيور. شكون اللي كيعمل هذا العمل؟ بعض الفروق تكميله ديال الاداره التقنيه ديال العصبه على راسها سي عبد المجيد بورزين بن طالب عمر الرئيس اللي كيقوموا بواحد العمل كبير اللي وصلوا واحد العدد كبير ديال الوليدات الصغار. وزيد لك حاجه اخرى، للمنتخب ديال الشمال ديما كيلعب ادوار نهائيه في المنتخبات ديال العصاب، لا في النسويه لا في الكتاكيت لا في براعم لا في ميني لا في كادي لا في جينيور، دائما كيمثل العصبه ديالو احسن تمثيل، لان كنخسروا احسن ما كاين، ما كنعملوش ديك التمييز اولا هذا كينتمي من هذه الجمعيه او هذا اللي كيستاهل شي وليات كنعملوا التجمعات ديالهم اللي كيستاهل كيمشي يشرف العصبه ديالو. كنرجعوا لدوك النقطه تطوير كره القدم، تطوير كره القدم باش يجيو تطور كره القدم. الا ما نخرطوش جميع رؤساء الفرق وتكون النيه ديالهم والشغل الشاغل ديالهم هو تطوير اللعبه. ملي كنقولوا تطوير اللعبه هو الاهتمام بفئه الصغرى، فئه الصغرى الاغلبيه ديال رؤساء الفرق تدمروا. علاش تدمروا؟ القانون اللي خرج جديد عام هو كيأثر ويكون، كيجي واحد الفريق مضلع عنده الامكانيات كياخذ احسن ما كاين، ما كاينش واحد القانون اللي كيحمي ديك الوليدات. اذا انت هما التجؤوا يا نبقى نخسر واحد المصاريف وانا ما عنديش ونوجد ملاعبي ويجي الدهلي واحد قوي عليا، حتى هما بداو كيقلبوا كيتسنى الموسم كيمشي يقلب من فرقه اخرى ضعيفه، هذا القوي كياكل الضعيف. رجع الا من رحم ربي اللي باقيين عندهم امكانيات اللي كيقدروا يخدموا في مجال التسويق. انتم في العصبه دابا واش عندكم شي استراتيجيه ديال العمل على المدى المتوسط والبعيد ولا غير ماشيين بال ما يمكنش؟ شوف حنايا اولا عصبه تابعين لواحد القوانين اللي عاملها الجامعه الملكيه المغربيه والجامعه عاود تابعه الفيفا. حنا ما يمكنناش نعملوا شي حاجه خارج القانون، ولكن ماشي مكتفينا يدنا باش نعملوا شي انشطه ولا حنا خصك تعرف بان هذه البطوله جهويه ديال البراعم وديال الكتاكيت. حتى عصبه ما عندها الا عصبه الشمال، باش واحد ولد باقي في البراعم. بس لطيف كتخلع يعني ملي تقول لي عصبه الشمال هي الاولى. هي الاولى ما عندهاش والاداره. المنتخبات الوطنيه، المنتخبات ديال مثلا ديال المنتخبات الفئه السنيه ديال المنتخب الوطني. الفئه السنيه عندنا بالاحسن اللي عندها الاغلبيه كيلعبوا هي عصبه الغرب. علاش؟ ماشي من العصبه كيخرجوا، هذوك يخرجوا من الاكاديميات محمد السادس، هذاك راه منتخب مجموع تما، هذاك راه ماشي هي كوناتو باش ما يبقاش واحد الخليط. هذوك الناس كيجيو كيديو احسن ما كاين في العصب المغرب كامل وكيدخلوهم من تما. هذيا عندهم اكبر عدد ديال اللاعبين من العصبه ديال الغرب، لان اجود العناصر فيهم طنجه، فيهم ديال تطوان، فيهم ديال الشاول، كاينه في الاكاديميه محمد السادس، كيمثلوا عصبه الغرب ولكن ماشي هما اللي يشرفوا عليهم، ماشي هما اللي يكونوهم. نزيدك حاجه اخرى، علاش العصبه ديال الغرب بزاف؟ لان الفريق الوحيد دابا اللي عنده تكوين مزيان وغادي مزيان هو الفتح الرباطي، اللي عنده البنيه التحتيه من احسن البنيه التحتيه اللي كاين على الصعيد الوطني من ناحيه الفرق اللي كيلعبوا في البطوله الاحترافيه. علاش؟ لانهما كيهتموا بالفئات الصغرى. حنا نجيو نقولوا حنا عندنا جوج الفرق في بروميير ديفيزيون، كان في واحد الوقت المغرب التطواني كيهتم بالفئات الصغرى، مؤخرا شويه ما بقاش ذاك الاهتمام اللي كان في الاول. والدليل هادشي اللي كتشوف بان الفريق الاول ديالو راه كيطعم الفريق الاول من الفئات الصغرى ديالو اللي ما كيكلفوش واحد الميزانيه خياليه. حنا اتحاد طنجه، واش كنهتموا بالفئات الصغرى؟ انت راك قريب لاتحاد طنجه وانا قريب لاتحاد طنجه، واش كنهتموا واش الفئات الصغرى؟ الفئات السنيه ديال اتحاد طنجه كتصدر الترتيب جوج ديال اسمح لي، انا ما نلعبش على الترتيب، انا خصني نلعب على التكوين. باش انا اللي هبط الولد ما شبرش بلاصتو في الفريق الاول، هبطو يدي بلاصه ديالو في الامل مع اخر. انا ضد ديك الفكره، نعطي الوليد اللي يقدر يفرض راسو ويطلع يلعب مع الفريق الاول. باش انا اللي هبط الدراري باش يجيبوا لي النتيجه في الاخر، هذوك اللي هاودو كان ما التحقوش بالفريق الاول راه تضيع الوقت. صعب لطيف، شحال الميزانيه ديال العصبه؟ الميزانيه ديال العصبه الا اقول لك عندها الضحك شحال؟ 80 مليون. 80 مليون عندك تقريبا 200 وشي ديال الفرق، وكتخلص لهم التحكيم ديالهم ديال التروازيوم ديال الكاتريوم وديال الممتاز الفوتسال الكره النسويه. واش كظن تقدر تسير تينا هذه الاداره ب 80 مليون؟ 80 مليون علما ان عندكم مداخل. اعطيني هذه المداخل اللي عندكم جوج الفرق في ثلاثه لا جوج جوج الفرق في الكاس الوطني الاول. انت ربما دابا 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 انت كضرب في واحد الحاجه اللي انت عارفها وانت قريب ليها، واخا نجاوبك واخا انت عارفها. لا انا كنهضر معك لان انت قريب لاتحاد طنجه وعارف الخبايا ديالها، ولكن طرحتي هذا السؤال انجاوبك. انت عارف بان اتحاد طنجه وصلنا معهم تقريبا دابا وصل بهذ السنه هذه تقريبا 200 مليون اللي ما عطاوهاش. واش عارفه؟ المغرب التطواني حتى هي ما كتعطيش. اذا العصبه من عندها المداخل، العصبه الوحيده في المغرب اللي ما كتستافد لا من جهه لا من جماعه لا من مجلس العماله. العصاب اخرين كاملين كيستافدوا، ملي كتمشي تنزل الملف ديالك كيقول لك انتوما ماشي جمعيه. وحنا وطن واحد، قانون واحد،
حنا ماشي جمعيه، وهاد المنتخبات شامل اللي كيمثلوا منطقه الجهه اش كيمثلوا؟ ماشي جمعيه. وتقول لي بان عندنا المداخل، فين هما المداخل؟ سي عبد اللطيف عرفتي شحال كيدينا التحكيم بوحدو؟ لين 65 مليون في العام اللي كدير لك التكوين، أرنا اللي كيدير لك غير التحكيم، أرنا التكوين، أرنا منتخبات العصاب، أرنا التعويضات ديال اللجان، أرنا عجيب هادشي هذا اللي ما كنتش كتسير العصبة. والرئيس العصبة خصو يقلب على تيلا تقلب، كندوق البيبان اللي خصها تعطي ما كتعطيش، الفريق الأول راهو كيقرب. ما نجحش. الفريق حتى الفريق ما نجحش. لا اسمح لي، الفريق اللي كيمثل المدينة وعنده النقل التلفازي اللي الإشهار خصو يتسابق عليه. والعصبة واخا تكون انت ديال 100 مليار. مالنا حنايا؟ عوض سي عبد اللطيف. لا هاد النقطة مهمة، مالنا حنايا؟ هاد الدول المتقدمة اللي مشات بعيدة في كرة القدم اللي النقل التلفازي بوحدو كيعطيهم باش يسيروا البطولة دي، عين النقل التلفازي بلا ما نهضروا على شي سبونسور أخرى. حنا النقل التلفازي باقي ضعيف مقارنة مع الدول الأخرى، راه مشيو عين تونس. واش الميزانية الترجي تقريبا كتفوق الميزانية ديال التسيير ديال البطولة الاحترافية ديالنا كاملة؟ واش كتقول لي دابا انت بان العصبة خصها تشعل الموارد؟ ما جبرتش حتى الفرقة اللي عندها النقل التلفازي والفريق الأول المدينة والملعب كيكون ممتلئ عن آخره، كتبدا تدق البيبان وانت منهم كتمشي كتعرف صغيرة وكبيرة عليهم بأن كل شيء شد، لأن الناس في المدينة منطقة الشمال حنا مشيو على الدار البيضاء، الدار البيضاء الوداد سبونسور هما كيعرطوا راسهم عليها، الرجاء سبونسور هما كيعرطوا راسهم عليها، مشيو نوجد سبونسور عندهم، مشيو جديدة. سي عبد اللطيف فين هي هذيك، فين هي هذيك القباحة ديالك سي عبد اللطيف؟ انا كنعرف عبد اللطيف. لا تمشي تجيب الدعم، تحاول معاك خوفا على عبد اللطيف. لا تمشي تجي الدعم بالقباحة مع اللي قبيح، أما الإنسان كيتناقش معاك من أجل المصلحة العامة خصك تناقش معاه، ما واحد الإنسان يجي ينزل عليك شي حاجة ما كاينش خصك تكون معاه، حنا مزيانين مع اللي مزيان وقباحين مع اللي قباح، ماشي أي واحد كيجيو كنتقبحوا عليه، لأن القباحة كاينة الوخز ديالها. حنا مزيانين مع كل شيء، لان حنا باغي نوصلوا واحد اللعبه ونمشيو بها لقدام ونطوروها، ولكن بوحديتنا العصبه وحده يمكن لاش تعمل هادشي هذا. العصبه حسبه الى قصر احسنت سي عبد اللطيف. صافي راه من نهار اللي حيحتي في الجامعه صبرت بلاصتك كعضو جامعي وجالس مرتاح مع راسك. هذا الراي ديالك، لان هذا انا ارجع لك هذا الراي ديالك والراي الطنجاوي كامل. انا مكسب جامعي كنت غندخل في العهد ديال علي فهري فاسي، وارجع لك لان هاد علي فهري فاسي انا كنت في الديار البلجيكيه متواجد، جاو كيعملوا عليا واحد البحث هنا في طنجه، طنجه وكاني ما بغاوش الا من رحم ربي، حتى واحد ما عطى فيا شي كلمه مزيانه الا من رحم ربي. تقول لي انت طنجه حيحتي وشبرتي بلاصتك، لو كنت حيحت انا هذاك الحيحه اللي عملت الغيره ديالي على واحد السيد اللي هو شمالي ديالنا، هو السي عمر غيلان اللي عينو تصيبو طريقه هرس عليه الكاس اللي الناس ما عرفاش، والسيد اكبر ناس اللي كان كيسير تما الجلسه الجامع العام. انا ما نسمحش لنفسي بان واحد السيد جا معايا وكيمثل من العصبه ديالي ويتهان، اذا رد الفعل ديالي كان قوي. ولا كنت شخص ما صالحش داك التدخل اللي عملت اللي ما عارفينهاش المغاربه، كان السي فوزي القجع ما عاد يجبرني شي ويجي يعملني معاه في المكتب المديري، لانه هو امن بالقدرات ديالي وداك الشيء اللي كنقدم لكره القدم. والدليل على هذا انت راه كتكون معنا وكتكون حاضر، اي تظاهره جالس في مدينه طنجه كتتم بالنجاح وتفوقت على المدن، والدليل هو الشان. وخا المنتخب الوطني كان في الدار البيضاء حنا تفوقنا عليهم في التنظيم وفي التسيير ديال المباريات والعدد ديال الجمهور اللي كان كيحضر ذاك التظاهر. علاش؟ لان تجندنا كمدينه طنجه وعطينا الصوره جميله للمدينه ديالنا بالاعتراف ديال احمد رئيس الكاف. سي عبد اللطيف الحديث معك يحتاج الى حلقات وحلقات وحلقات، لان كاين بزاف ما يتقال. سي عبد اللطيف شكرا بزاف على سعه الصدر ديالك. مرحبا، هذا واجب. الا كان عندك شي ملاحظه شي حاجه بغيتي تهضر عليها؟ لا ملاحظه، واحد الملاحظه اللي خصني نهضر عليها اللي كنطلب من هذا المنبر هذا، لان تحت لي هذه الفرصه هذه اللي خصنا واحد الظاهره اللي انتم ما كتهضروش عليها كرجال الاعلان وحتى الصحافه. صبنتيني اليوم. لا 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 بصح، هذه راه خصكم انتم تاخذوا واحد البادره معنا. انا عملت على العتيق ديالي لان هي الظاهره الاغتصاب ديال الوليدات داخل القطاع الرياضي، استغلال الضعفاء ديال ذوك الوليدات اللي خصكم حتى نتوما تنوضوا تحاربوا هذه الدائره هذه، وهذه اللي عاد كترجع سلبيه على كره القدم، على تطوير كره القدم، اغراءات ديال والفيفا منع بان الوليد تعطيه الفلوس في يده. فيفا شري له شي حاجه اللي هو كيميلا ولا شي حاجه تحفيزات، اما الفلوس لا. الدائره هذه راه انتشرت بواحد الطريق، بواحد انتشار كبير وخطير بزاف. حنايا غادي نوضوا، غادي نبداو واحد المبادره، غادي ناخذها انا كشخص عبطي في العافيه
وكذلك باسم العصبه والاعضاء ديالها كاملين متحمسين لهذه الجريمه هذه، لان الجريمه هذه ما نزيدوش يسكتوا عليها، هذوك راه ولادنا وغنحافظوا عليهم. كنطلب من هذا المنبر هذا هاد الاباء. كانت الظاهره في الفرق زادت انتشرت، ماشي باقا زادت انتشرت، زادت انتشرت، الناس ما بغاوش يحشموا. كاين الناس اللي جوجوا عملوا ولادهم باقي كيمارسوا هذا الشيء هذا، وانا غادي نفضحهم كنقولها وعاد كنعاودها وما كنخاف حتى شي واحد، لان السكوت على الجريمه راه انا ما يمكنليش نسكت على هذا الاجرام هذا. شنو غديروا اصاحب الفرق؟ غادي نعملوا ندوات وغنجمعوا رؤساء الفرق كاملين وغادي نناقشوا معاهم هذه الدائره هذه. اللي بغى يحشم ويتقي الله ما كاين مشكل، اللي ما بغاش يتثبت عليه شي حاجه راه غادي نعملوا واحد متابعه لابد، لان كاين بعض الاباء انا ضدك الاباء وما كيشرفونيش باش يكونوا اباء، كنقولها وتحمل المسؤوليه ديالها. اللي كيعرف بنو كيتغتصب كيقول لك انا ما نشوهش ابني، راك شوهتي راسك كاب، نوض جري على ابنك، الا ما ضحيتيش انت وضحيت انا وضحى هذا وضحى هذا، هذا الاجرام عادي يزيد يطول. ولهذا انا كنقولها وكنادي بها، اي اب ما عندوش الشجاعه انا راه الاشاره ديالو نجي نوقف معاه، انا نوقف معاه، انا نوكل له محامي، انا نعمل له خبره طبيه، انا نمشي معاه ابعد نقطه باش نحاربوا هذا الاجرام هذا، لان هذوك ولادنا وهذا الشيء هذا كيمسنا حنايا وكيمس رجال الصحافه وكيرس الغيور على هذه المدينه هذه وعلى ولاد الناس. هذه نقطه مهمه وكيخصكم نتوما كرجال الاعلان تعاونونا فيها باش نحاربوا هذه الظاهره. احنا رهنا الاشاره السي عبد اللطيف لاي مبادره بحال هيدا، احنا رهنا الاشاره. وطبعا وانت اليوم ضيف في غرفه التحرير ديال طنجة 24، احنا رهنا الاشاره في اي مبادره من هذا في هذا السياق هذا. سي عبد اللطيف العافيه، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم لان فتحتوا لنا المقر ديالكم، وهذا الشيء هذا اللي ناقص مدينه طنجه هي باش نوصلوا الحقيقه للمتتبع الكريم، ما تبقاوش واحد العدد ديال المغالطات في المقاهي وهذا الشيء هذا. وانتم هما اللي كيخصكم الا كتحمل المسؤوليه على العصبه، حنا كنحملكم انتم جزء منا كتحملوا المسؤوليه معنا، لان مزيانه توصلوا على الحقيقه وتستدعوا الشاكي والمشاكي وتوصلوا الحقيقه للمستمع باش نطهروا المدينه من ذاك بالعدل القال والقيل والكلام الخاوي، لان البناء كيجي بينا وبكم. فهاد السياق سي عبد اللطيف كيجي برنامج البرنامج ديالنا باش يطرح الاسئله والاستفسارات ديال المواطن على المسؤولين وعلى صناع القرار اذا صح التعبير بالمدينه. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه، ونلتقي في حلقه جديده ان شاء الله.